عام 2022 في أكاديمية جوزيف بلاتر هو عام التغيير والتجديد، حيث ارتأت مديرة أكاديمية جوزيف بلاتر السيدة عايدة الطريفي على تكوين وتغيير الصورة النمطية عن اللاعب الفلسطيني، حتى لو هو كان في لاعب صغير، بالعكس انهيئه مثقل شخصيته نحو الظهور بصورة احترافية. لذلك النشاط اليوم عبارة عن تدريب الطلاب لكسر حاجز الخوف أمام الوقوف أمام الكاميرا، وأساس التعليم كيفية يتعاملوا مع الكاميرا ومع الصحفيين بشكل عام. هذه الفعالية طبعاً هي فعالية باتجاه صقل شخصية الطفل واللاعب، تركيز على كيف كسر حاجز الإعلام، لأنه هذول مشاريع مواهب تتجه نحو المنتخب، وبالتالي شيء طبيعي سيتم تركيز الإعلام عليها. احنا بنشتغل مع الطفل إنه كيف يتعامل مع الإعلام، ما يخاف من الكاميرا، يكون متحدث لبق، برامج يعني هي خارج نطاق التركيز فقط على الموهبة الرياضية. طبعا في تواصل مع الاهالي بحيث اي خلل او اي جانب ناقص عند الطفل بنحاول ننميه، غير عن الصعيد الرياضي، يعني ممكن يكون صعيد نفسي، صعيد اجتماعي، صعيد تربوي ثقافي. فعالية اليوم هي بتحكي عن كسر حاجز الخوف والخجل للمتدربين اللي هم الأطفال اللي عندنا في الأكاديمية أمام الكاميرا. هاي الفكرة أجت من إنه إحنا عندنا كتير الطلاب بيخجلوا إنهم يوقفوا أمام الكاميرا ويحكوا بكل طلاقة. فإحنا اليوم عندنا تدريب مع الأخ ساهر لفئة 2008 علشان ندربهم على هذا الموضوع اللي هو كسر حاجز الخوف والخجل. يعني هي اللي احنا نتأمل من مخرجات اللقاء اليوم انه الطفل يكون عنده كسر حاجز الخوف من التعامل مع الإعلام والكاميرا، يطلع على تجربة جديدة، يهيئ نفسيته من اليوم كيف يتعامل مع الإعلام، ممكن إنه برضو عنده طموح يصير نجم، وبالتالي أنا لازم أصير نجم، وبالتالي هاي خطوة أولى إنه الإعلام راح يكون مسلط علي، فهذا حافز مشجع، يعني حافز مهم للطفل حتى على هذا الصعيد. نشاط اليوم عبارة عن تدريب الطلاب وتهيئتهم على الوقوف أمام الكاميرا بدون خوف بدون خجل، والتعامل معها بكل أريحية وسلاسة. أهمية تدريب اليوم إنه تهيئة الطلاب الصغار واللاعبين المحترفين للظهور بصورة حضارية، صورة نمطية أكثر ثقة وأكثر ظهور أمام الكاميرا. اسمي ورد عكا، عمري 13 سنة، من طول كرم، بلعب مع أكاديمية جوزيف بلاتر مركزي وسط شمال، وصار لي بلعب مع أكاديمية جوزيف بلاتر 3 سنين. جايين نتدرب على إنه نتعامل عن كيف نكسر خوفنا قدام الكاميرا، اني اتعلم اني اصير اني احكي على الكاميرا بدون ما اتوتر، بدون ما احس انه في شيء يخوفني. انا اسمي محمود ذيب، عمري 14 سنه، من قريه شبا، صار لي بلعب مع اكاديميه جوزيف بلاتر 4 سنين، والمركز دفاع. حكونا عن التصوير وكسر الحاجز وعدم الخوف والتوتر. اول مره حدا بيعمل معي مقابله، بس بخافش. انا اسمي امير العايسه، عمري 14 سنه، لاعب اكاديمية جوزيف بلاتر، مركزي حراسه المرمى، بلعب مع الاكاديميه 3 سنوات من 2019. طبعا انا ما توقعتش ان الاكاديميه بهذا الاحتراف من قوه التدريب، خصوصا ان هي تابعه للاتحاد الفلسطيني. وانا بقول لاي طفل خايف من الكاميرا انه فيش داعي يخاف، لانه انت بتحكي قدام ناس يعني هم زيك زيهم، فيش داعي تخاف يعني منهم. اسمي محمد صندوقه، عمري 13، بلعب مع اكاديميه جوزيف بلاتر اللي 4 سنين، مركز مهاجم. فعاليه اليوم راح نتعلم انه ما نخاف من الكاميرا.
أنا مش أول مرة حدا بيعمل معي مقابلة، فما أتوقع إنه ما خافش من الكاميرا. الجانب التعليمي هو جانب مهم لنا، لأنه إحنا بنراعي فترة الامتحانات. أحياناً بيكون التدريب الظهر ساعة واحدة، مرات بيكون الساعة ثلاث، بحيث نعطي مجال للاعب يتجه يوازن بين الدراسة وبين التدريب، لأنه أثبتت الدراسات الحديثة إنه الرياضة هي عامل مشجع ومساعد ومحفز للعملية التعليمية. وهي أبحاث كثيرة طبعاً تربوية ذكرتها إنه كثير من الطلاب اللي بيمارسوا الرياضة هم طلاب متفوقين، يعني ليس فقط على صعيد كرة القدم، يعني على صعيد جميع الألعاب، حتى بما فيها الألعاب الفردية والقتالية، كل الألعاب. فالرياضة جزء مهم من ثقافة اللاعب وصقل شخصيته. بما أني أنا مسؤولة البروتوكول والعلاقات العامة في الأكاديمية بالتنسيق مع الأهالي والمدربين، من خلالي أنا طبعاً بنسق معهم من خلال الفئات العمرية اللي بنستقبلهم أي سنة، مواليد أي سنة. أنا بتعامل مع الأهالي طبعاً عن طريق التليفون. الولد اللي أنتوا بدكم تسجلوه عنا مواليد أي سنة، يعني شو عنده مهارات في كرة القدم، علشان إحنا بناخد أولاد عشان ننمي القدرات اللي عندهم. بتواصل معهم ومع المدربين والإدارة عنا كمان، علشان إحنا نسهل على الأهالي يقدروا يوصلوا للأكاديمية أو الملعب أو للتدريبات بدون ما أي مجهود أو تعب عليهم. بالأول أجا صاحب أبوي حكى لأبوي إنه في أكاديمية بلتر إنها رجعت فتحت، وحكى له جيب ابنك خليه يجرب. فأبوي حكى لي تعال جرب شوف الوضع واحكي لي كيف. فلما اجيت عملوا لنا الاختبارات، نجحت في الاختبارات وهي صار لي 3 سنين. أبوي حكى لي سجل في أكاديمية بلتر جربها. لما جيت على الأكاديمية عملوا لي اختبارات ونجحت فيها، وصار لي 3 سنين 4 سنين بلعب فيها. سمعت الأكاديمية حلوة، خصوصاً لما أبوي حكى مع المدربين إنه شو وضع الأكاديمية ومع إدارة الأكاديمية، وحكى لي روح جربها إذا الوضع تمام كمل معها. فأنا كملت معها ولحد الآن والوضع 100%. عمي أيمن صندوقة أجا عند أبوي حكى له عن الأكاديمية، وأبوي حكى لي جرب الأكاديمية وشوف. جربت أعطونا اختبارات وقبلونا في الاختبارات والحمد لله هنا. بيعتمد تدريب اليوم على عدة أسس. أولاً كيفية الوقوف الطالب أو اللاعب بطريقة صحيحة أمام الكاميرا، كيفية الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه بإجابة صحيحة، بالإضافة إلى الثبات عند الوقوف أمام الكاميرا. هناك أنواع من الطلاب أو اللاعبين بشكل عام في الأكاديمية. النوع الخجول اللي هو بخجل إنه يوقف قدام الكاميرا أو يتحدث أو يتعامل مع الصحفيين بشكل عام. النوع الثاني النوع الجريء اللي بيحكي بطلاقة ولكن ما بيقدر يعطي الإجابات الصحيحة، كون عمره لسه وما عنده تجارب سابقة إنه يتعامل مع الصحفيين. والنوع الثالث النوع اللي نقول جريء ولكن أكثر حركة، يعني ما بيقدر يكون واقف مكانه، دائما كثير الحركة يعني عندنا. طبعا مين اللي بيوقفنا؟ مش المراسل، مش انا اللي بقول لكم وقفوا هيك، دائما المصور هو اللي بيحكي لكم شو نعمل بالضبط، كيف نوقف، كيف نتحرك، كيف نوقف. حتى انا نفسه بروح بوقف هو شو بوقفني. تمام، انتم شايفين انه لايت، انتم مش شايفينه هون، انا بفرجيهم انه لايت بتطلع على الارض وهذا غلط. انتم لاعبين محترفين، ثقتكم بحالكم عاليه، مش تفكروا انه الكاميرا ما بتاخذ، بالعكس بتاخذ كل شيء لكم، بتطلعكم بصوره لسه احلى لما انتم توقفوا ما تطلعوا عليها مباشره. بدكم تحكوا بطلاقه، ودائما كيف في المدرسه في الامتحان، في الامتحان لما انتوا بتجاوبوا على سؤال في العربي ايش بقولوا لكم؟ جاوبوا سؤال كامل. اذا جاوبتوا نص سؤال بتنقصوا نص علامه ولا لا؟ بتنقصوا اكيد. فالمفروض انكم تجاوبوا اجابه كامله. موضوع التركيز، التعامل مع بعض، كيف مثلا لما احنا نخرج في مباراه، طبعا هذا كله تربوي بحيث الالتزام بالوقت، عمليه النظافه، الركوب في الباص، النزول في الباص، التعامل مع الفرق الأخرى، حتى موضوع الأكل، موضوع الشرب، كل هاي القضايا هي تحت طبعاً
ملاحظاتنا بنتابعها لحظه بلحظه مع الطفل طبعا، بحيث انه الطفل يكون منضبط 100%، يعطي شخصيه وصوره محترمه عن الاكاديميه. احنا في اكاديميه جوزيف بلاتر بنطمح لانه يكونوا طلابنا ومدربينا عندهم امكانيه للتفاعل والتواصل مع المجتمع الخارجي بدون اي خجل او خوف او من المجتمع الخارجي، فلهيك احنا بننمي عندهم قدره مهارة الاتصال والتواصل مع المجتمع الخارجي. العلاقة ممتازة جدا، علاقة قوية بيني وبين اللاعبين، وبين بيني وبين المدربين علاقة كأنهم اخوتي الكبار، بيعلموني وبتعلم منهم الكثير. هناك أكثر من طريقة إنه إحنا بنقدر نشجعهم وندربهم كيف يتحدثوا، كيف يكونوا لاعبين محترفين، بالإضافة إلى الجانب المهاري والفني، كيف شخصيتهم نسخلها بالحديث أمام الكاميرا بكل أريحية، اللي هو من خلال تشجيعهم تحفيزهم عند ما يعملوا تصرف صحيح أمام الكاميرا أو يتحدثوا أمام صحفيين، حتى لو أخطأوا بالعكس نحفزهم أكثر، ندعمهم نشجعهم بالتصفيق بالكلمات كلمات المديح، هيك أكثر بعطي جانب راحة للطفل إنه هو عمله بيعمل إنجاز. الفعالية كثير مهمة، عشان لما اللاعب بده يكبر لازم يكون متعود على الكاميرات عشان يكون عارف بعد المباريات أو قبل المباريات كيف يعرف يحكي قدام الكاميرا، ما يكونش خايف من التوتر ولا شيء. أنا بدي أحكي لأصحابي اللي بتوتروا من الكاميرا لا يتوتروا، عشان لما يكبروا راح يواجهوا هيك أشياء. إن شاء الله إذا وصلت العالمية صرت ألعب محترف، الكاميرات ما تكون إنها عائقة إلي إني أحكي أو إنه يكون توترني أو تعمل لي أي عائق. ما يتوتروش وعدم الخوف، لأنه هذه لما يكبر دائما بتصير الكاميرا عليه وما يخافش. احنا البرنامج موحد لجميع الفئات، الفئات الموجوده عندنا مواليد 2010-11، مواليد 2008-2009، والفئه الثالثه مواليد 2006-2007. طبعا البرنامج عندنا موحد، طريقه التعامل موحده لكافه المواهب الموجوده عندنا، ما في عندنا تميز بين فئه وفئه، بنتعامل في البرنامج مع الجميع. طبعا الاخوه المدربين كلهم على كفاءه واحده، بيعرفوا يتعاملوا مع الطلاب باحترام بطريقه تربويه وطريقه ثقافيه محترمه، يعني تواصلنا مع الاهل كثير منيح، في مشاكل كثيره للطلاب وملاحظات من الاهل بكلفونا انه احنا نتابعها ونحلها، بحيث انه يعني احنا نكون عامل مشجع للطفل حتى هو جوا البيت او خارج البيت.